عاد علي رزاق إلى عمله اليومي بعد أن توقف عنه بسبب إجراءات الحظر الصحي ومنع التجوال. علي الذي يسكن حيا فقيرا في الحلة يعمل في البناء بأجرة يومية لا تتجاوز 20,000 دينار، بات اليوم يعمل بساعات أطول لتدبير معيشة عائلته بعد أن استنفذ كل ما يملك من مال جمعه قبل إعلان الحظر. الله كفلك، انتهينا، دمرت حوالينا، دمرت يعني هو المصرف اليومي انتهى بالحظر، خلصنا والله العظيم. الكويسين احنا نشتغل عماله، يعني ما عندنا غير الله والعماله. كثيرون هم من يشبهون علي رزاق بتوقف اعمالهم اليوميه، فالباعه المتجولون واصحاب البسطات في سوق الحله ينتظرون قدوم ايام العيد لانها موسم انتعاش سوق عملهم، الا ان الحظر في العيد جاء رصاصه رحمه لأرزاقهم. ما يفكر للفقير، الفقير يعني مشكلة قوة عايش، وهذا العيد هم شوية الموسم العيد هم ما استفد أنا بيه أبد، لأنه تعال حظر وخوفونا، مجرد تخويف. وثاني شيء هاي البصيات قوة عايشين عليها. الحظر الجزئي والشامل وقراراته غير المدروسة بحسب خبراء في الاقتصاد دفع بكثير من أصحاب الحرف اليدوية كالنجارين مثلا إلى تقليل منشآتهم الصناعية لسد مبالغ الإيجار والأيدي العاملة بعد خسارتهم لأكثر من 60% من أموالهم وأعمالهم بسبب إغلاق محالهم ومصانعهم خلال فترة الحظر الصحي. أنا هسه ذاك المحل الثاني اللي عندي لحسد هاي سنة، بس من الأجار أسلم من فاتح بعد ما اقدر. انا صار سنتين ادفع من جيبي اجارات ما ادري اطلعها، لان العمل منا الوضع السياسي، منا كورونا، منا الدولار. حظر امني لا صحي كما وصفه المتضررون من اصحاب المهن والحرف اليوميه، بعد ان اثر الاغلاق في قوتهم اليومي ما دعاهم الى كسره في اغلب الاحيان. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في.